السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم كيفية إخفاء عدد المشتركين في قناة اليوتيوب بحيث ما يكونش العدد ظاهر على القناة الخاصة بك بنروح على تطبيق جوجل كروم وبنكتب يوتيوب دوت كوم وبنعمل الذهاب إلى تفتح لنا صفحة اليوتيوب من على التطبيق تمام نضغط كده ونتأكد إننا معلمين على الموقع الإلكتروني بحيث يصدار سطح المكتب وبعدين نضغط على الصورة الخاصة بنا صورة الحساب الصورة دي بعدين بنختار استوديو يوتيوب بعدين بنكبر كده وننزل للأسفل خالص آخر آخر الصفحة بيكون عندنا هنا في اخر الصفحه على اليمين علامه الترس في الاسفل نضغط عليها تفتح لنا الصفحه دي بنروح على القناه تمام وبعدين على اليسار بيكون عندنا الاعدادات المتقدمه بننزل للاسفل كده ننزل للاسفل يكون عندنا هنا عدد المشتركين طبعا انا مكبر مكبر الشاشة علشان تشوفوا معايا هنا عدد المشتركين بيكون في هنا علامة صح بتشيلها بتزيل العلامة الصح دي ويكون عندك هنا على اليسار في الاسفل حفظ علشان تحفظ التحديثات اللي انت عملتها